بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: أرجو أن تقفوا مع هذه الآية والمستفاد منها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، يعني يوم القيامة، لأن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم، لأنهم يوم القيامة ينكرون الله جل وعلا، استشهد هذه الأمة عليهم فيشهدون أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا على هذه الأمة يشهد بعدالتها وصحة شهادتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما مناسبة قول عائشة رضي الله عنها: المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم، هكذا السنة، إن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة يشق عليها قضاؤها، الصلوات التي تمر عليها وهي حائض كثيرة يشق عليها قضاؤها، لذلك خفف الله عنها قضاء الصلاة. ولما كان الحيض يعني لا يتكرر في اليوم إنها تقضي الصيام، لأن الصيام لا يتكرر، وإنما هو شهر واحد، شهر رمضان. نعم. أبو عادل يقول: من هو لقمان الذي ذكر في القرآن الكريم، وحدثونا عنه، وهل هو من الصحابة؟ لقمان رجل صالح آتاه الله الحكمة، قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلقمان رجل حكيم ورجل صالح وليس نبيا. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة مأجورين، وما هي الأدعية التي يدعو بها، وهل يكبر إذا رفع؟ نعم، سجود التلاوة كسجود الصلاة في صفته وفيما يقول فيه، ويزيد فيه الدعاء المأثور: اللهم لك سجدت وعليك توكلت وإليك أنبت، سجد وجهي وجسمي ولحمي ودمي وعظمي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، كما ورد في الأثر. يسجد كما يسجد للصلاة، ويستحب أن يقول في سجوده مع سبحان ربي الأعلى أن يقول: اللهم لك سجدت، إلى آخره، وهو مستحب، سجود التلاوة مستحب. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الأسباب في موانع الإجابة، حيث اتجهت إلى الله عز وجل لطلب موضوع يخصني وأهلي، فاستمريت عدة سنوات، فما المانع من استجاب الدعاء مأجورين؟ أولا لا تستعجل، ادعو ربك ولا تستعجل وتقول: قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فتترك الدعاء، قد يؤخر الله الإجابة لصالحك، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما ينفعك. عليك بالدعاء، لأن الدعاء عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، فأكثر من الدعاء، وأنت ماجور على ذلك وأنت في عبادة، ولا تستبطئ الإجابة، قد يؤخرها الله لصالحك، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بما ينفعك وما يصلحك. نعم. يقول: ما مناسبة قول الصحابي رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد؟ ليس هذا قول الصحابي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ليدرك الركوع، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله
حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا، تركع قبل أن تصل إلى الصف. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية: وما فاتكم فقضوا. ليس فيه عجلة، وهذا فيه آداب المشي إلى الصلاة، أن يمشي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. نعم. أيضا يقول: أرجو من سماحة الشيخ صالح أن يشرح لي هذا الحديث، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا في غزوة الأحزاب، لما أن اليهود خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانضموا إلى الكفار في غزوة الأحزاب، انضموا إلى الكفار الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد معه، يعني يجاهدوا مع المسلمين من ينتابوا المدينة، خانوا العهد وانضموا إلى المشركين. لما أن الله سبحانه وتعالى أجلى الأحزاب وأخزاهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، الذين خانوا العهد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فالصحابة اختلفوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، هل المراد أنه لا يصلي إلا إذا وصل إلى بني قريظة؟ فهم بعضهم هذا، فلم يصلي إلا بعد وصوله إلى بني قريظة، وبعضهم فهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على المبادرة في الخروج لغزوة بني قريظة، وصلوا في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين. وهذا من الاجتهاد الفقهي الذي أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما مناسبة الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مناسبتها أن يستمروا على دينهم ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من ارتد لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان نبيا ما مات. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا فيه بيان أن الرسول يجري عليه الموت كما يجري على سائر البشر، وكما جرى على الأنبياء والمرسلين من قبله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في فقرته الأخيرة: هل الرسل والأنبياء يعلمون الغيب؟ لا يعلم أحد الغيب إلا من أطلعه الله من أنبيائه على ما يشاء من الغيب معجزة له. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فيطلع الله أنبياءه على ما يشاء من الغيب معجزة له ولمصلحة البشر في ذلك، وإلا فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. إلا من أعلمه الله بشيء من الغيب بينه للناس لمصلحة الناس. نعم. أخيرا يقول في الآية الكريمة: السماء منفطر به كان وعده مفعولا، ما المقصود بالآية شيخ؟ المقصود بالآية يوم القيامة، إذا قامت الساعة تفطرت السماء وانشقت، عند ذلك تقوم الساعة، فالسماء مبنية وقوية، فإذا شاء الله جل وعلا قيام الساعة انشقت السماء وانفطرت وبدلت السماء غير السماء والأرض غير الأرض كما جاء في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، هناك يقول السائل أبو عادل: من يتسرع في الفتيا ولا يكون عنده علم بذلك ويقول أنا سمعت كذا؟ لا يجوز تسرع في الفتوى، المسلم يتثبت ولا يفتي إلا من كان عنده علم بالفتوى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعت الحاجة إلى الفتوى، وإلا فإنه يحيل السائل إلى العلماء، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم تدافعون الفتوى فيما بينهم، فلا يبادر إلى الفتوى إلا عند الحاجة، وأن يكون عنده علم بجواب الفتوى، وإلا فإنه يقول على الله بغير علم. والمفتي يوقع عن الله جل وعلا، يوقع عن الله، الله جل وعلا يقول: وأن تشركوا بالله، لما ذكر المحرمات: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أعظم
المحرم من الشرك. ينبغي للمسلم أن يمسك لسانه عن الفتوى إلا من كانه علم عنده علم واحتاج السائل إلى من يجيبه فإنه يفتيه بما يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: حدثونا عن الإمام بن حجر العسقلاني وعن أبرز كتبه في التفسير. الإمام بن حجر العسقلاني إمام جليل لا سيما في علم الحديث، وهو شافعي المذهب، شافعي المذهب، ومن أبرز كتبه الكتاب العظيم الذي جمع فيه أقوال العلماء وفي شرح الحديث وفي الفقه، وهو كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم. جزاكم الله خير. هذه أخت تقول: عندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديه مكافأة يأخذها، وهذه المكافأة تقوم الأم بصرفها على إخوانه. لا، المكافأة له، فتنفق عليه حاجته منها والباقي تمسكه وتحفظه له ولا تنفقه على إخوانه. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص الذي مات في منتصف رمضان ويقول السائل: نحن وأولاده السبعة نرغب في صيام الجزء الثاني من رمضان عنه لأنه مات في 15 رمضان وانتقل إلى رحمة الله، هل نصوم عنه أو نقضي؟ لا، الذي لم يدركه لا يقضى عنه، إنما يصام عنه لو أدرك كل رمضان ومات قبل أن يقضي ما أفطره منه. أما إذا مات في أثناء رمضان أو أصابه مرض واستمر معه حتى مات فيه فإنه ليس عليه شيء ولا يقضى عنه. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفضلها. مواطن الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة الفريضة أو النافلة، التشهد الأخير في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيصلي ويسلم عليه ويصلي ويسلم عليه دائما وأبدا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. الأخ أبو عبد الله يقول: ما الحكمة يا شيخ من الوضوء عند أكلنا للحم الإبل، وكذلك ماذا يدخل فيه من جهة الكرش والكبد وغيرها من الطحال؟ نحن نفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فنحن نتوضأ من أكل لحوم الإبل ولو لم نعلم الحكمة في ذلك. ما يتوضأ منه من الإبل فالظاهر أنه يشمل كل أجزاء البعير، ولكن من الفقهاء من يقول إن الأمعاء والكرش والكبد هذه لا تسمى لحما عند الإطلاق، فأنت لو وكلت من يشتري لك لحما اشترى لك من الأمعاء أو من الكرش لم ينفذ الوكالة. نعم. هذه السائلة تقول: تقدم لي شخص لخطبتي وعند صلاة الاستخارة رأيت رؤيا لم تعجبني يا فضيلة الشيخ، فترددت، فبماذا تنصحونني مأجورين، حيث أن هذا الرجل عنده بعض الأعراض المرضية؟ نعم، إذا صليت صلاة الاستخارة ولم ترغبي في هذا الرجل لأتيت بالدعاء الذي دعاء الاستخارة ولم تمل نفسك إليه ولم ترغبي فيه فاتركي. نعم. بعض الناس إذا تثاءب يا شيخ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ورد في ذلك شيء وما الأحكام في ذلك؟ لا، لم يرد فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما الذي ورد أنه إذا تثاءب يكظم ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه ولا يكون فمه مفتوحا في التثاؤب، هذا الذي ورد. نعم. نختم هذا اللقاء في نور على الدرب عن أفضل شيء يردده المسلم عند إصابته بمصيبة في ماله أو جسده. ما قاله الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكرر من هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.